أهلا بيكم في حلقة رفيعة صغيرة من قناة مع بعضينا. صباح الخير عليكم جميعا. جاري سؤال جميل جدا ومهم جدا جدا، وأنا بحب الأسئلة اللي بالشكل ده الحقيقة. معلومة بسيطة لكن هتحل مشكلة كبيرة. السؤال بقى بيقول إيه؟ هو ليه لما باجي أستعمل بنطة خشب كبيرة بالشكل ده كده البنطة بتعلق معايا وأنا بحفر؟ خليني أوريكم إزاي. زي ما انتوا شايفين مشكلة غلسة ليه كده؟ مشكلة غلسة وتخليك تكره الشنيور بتاعك او تشك ان البنطة مش حامية مثلا او ان الخشب قوي جدا عليها، ودي الحقيقة افتراضات غير صحيحة. العيب اننا مش فاهمين الدريل اللي معانا ده. زرار تغيير السرعات، ومش بس بيغير السرعات، لا ده كمان بيغير عزم الموتور. والعلاقة بقى ما بين السرعة والعزم علاقة عكسية، يعني انا كل ما زودت السرعة يقل العزم، والعكس كل ما قللت السرعة يزيد معايا العزم والقوة. فاحنا لاننا كنا جايبين الشنيور على سرعة عالية زي ما احنا متعودين، فمقلل عزم الحفر. خلينا نجيبه بقى على السرعة الاقل ونجرب. ايه اللعب؟ الشنيور بياكل في الخشب اكل زي الفل. نجرب تاني، نجرب تاني. ما شاء الله. أرجو أن الإجابة تكون وصلت الشباب اللي سألوني، وأنا سعيد جدا بسؤالهم، وكنت سعيد أكتر وأنا بجاوبهم على السؤال. أي حد عنده استفسار ما جاوبناش عليه قبل كده، عناية ليكم وتحت أمركم. ربنا يوفقكم ويوفقنا لما يحب ويرضى. ما تنسوناش بقى في الدعاء. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.